وللاقتراب أكثر من هذا الملف ينضم إلي من لاهاي الدكتور زين دانجو ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والمتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا. مرحبا بك. إذن ما هو الجديد الذي تحمله دعوى جنوب أفريقيا في هذه المرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وأيضا ما هي التدابير التي قد تكون ملزمة وخاصة بأن إسرائيل لا تمتثل لقرارات المحكمة؟ مساء الخير. في البداية، كل الإجراءات التي نطلبها من المحكمة تأتي وفقا للقوانين الأعراف الدولية، وفقا للمادة 9 من الاتفاقية ومعاهدة جنيف. في هذه المرة كنا نطالب بتعديل بعض الإجراءات المؤقتة بناء على الحقائق المتغيرة على أرض الواقع والتي أصبحت متغيرة، وهناك كثير من الإجراءات التي تمت في رفح والتي تثبت الإبادة الجماعية ونية الإبادة الجماعية من جانب إسرائيل، والأمر ليس بهذا الغموض، فبالتالي أصبح هذا الأمر واضحا وجليا أمام الجميع، ولابد من جمع كافة الأدلة والبراهين التي تدل على ذلك من أجل حل هذا الغموض، حتى تصبح المحكمة على دراية أكبر بكل هذه المبررات وكل هذه الإجراءات، مما تطرح بعض القرارات الملزمة. وأيضا هناك كثير من الأهداف من أجل وضع بعض الإجراءات المؤقتة من أجل إلزام إسرائيل في منع ما تستمر في عمله، فبالتالي وضعنا أمام المحكمة كافة الأوراق والوثائق الخاصة بالإجراءات الملحة والعاجلة الخاصة برفح وغزة بشكل عام، وخاصة من أجل ضمان تنفيذ هذه القرارات وأن تكون ملزمة، ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل لم تحترم القرارات السابقة من المحكمة ولم تحترم القرارات الصادرة من مجلس الأمن للأمم المتحدة. نتمنى أن تنتهي هذه الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل، وأن يكون هناك قرارات ملزمة من خلال بعض القرارات الملزمة هذه المرة. نعم، ولكن ما هي طبيعة هذه الإجراءات الملحة العاجلة التي تفضلت بذكرها الآن؟ وكيف أيضا يعني وفقا لما ذكرته الآن حضرتك، كيف يمكن أن تسقط هذه الحصانة عن إسرائيل؟ نود أن نسمع منك عن الإجراءات العاجلة، ثم تصورك لسقوط الحصانة وتطبيق القانون الدولي الإنساني على إسرائيل. إن الإجراءات العاجلة والخطوات العاجلة هو للمحكمة أن تستخدم كافة السلطات المخولة لها بناء على كثير من القرارات السياسية، واستخدام سلطاتها المخولة لها من أجل وفقا أيضا للأحكام الواردة في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن تكون ملزمة على إسرائيل فيما يتصل بما يحدث في غزة ورفح، ونطلب أن يكون هذا القرار ملزما هذه المرة. كثير من القضاة في المحكمة السابقة طلبوا الأدلة وبعض الإجراءات المؤقتة من أجل وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية، ولكن لم تتمكن الجهات العاملة في المساعدات الإنسانية من تنفيذ عملها بشكل فاعل. نتمنى في هذه المرة كما ذكرت أن يكون هناك حلا لكافة الغموض أمام المحكمة، نعم، فبالتالي لا تسمح لإسرائيل استخدام آلاتها العسكرية أو تفسير قرارات المحكمة بشكل مغاير مما يخدم مصالحها، ونتمنى أن ينتهي هذا بإنهاء هذه الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل. بالطبع لقد تمتعت بهذه الحصانة على مدار 70 عاما وكان لها استثناءات من القانون الدولي، ولكن بالرغم من كل ذلك يمكن وقف ذلك كله، لأن هذا أمر من شأنه يضعف سلطات المحكمة وكافة السلطات المخولة للجهات القضائية العليا. نعم، تقدمتم بالكثير من الأدلة في هذه الجلسة التي كانت بالأمس، هل كانت هذه الأدلة كافية لأن تسقط هذه الحصانة التي تتحدث عنها أنت؟ هل أنتم في حاجة لعرض المزيد من الأدلة، وما هي طبيعة الأدلة أيضا التي قد تحدث فارقا؟
كل الأدلة التي قدمناها في البداية من أجل أن نظهر أن هناك تغيير في حقيقة الأمور، وأيضا هناك كثير من الأسس والقوانين القانونية، وقد وضعنا أمام المحكمة الكثير من الحقائق المؤكدة فيما يتعلق بتصرفات وأنشطة الإبادة الجماعية في غزة وخاصة في رفح، ولا نقدم أي حقائق لم تبرهن ولم تؤكد. مرة أخرى قمنا بجمع الكثير من الأدلة والبراهين الخاصة بنية إسرائيل بتنفيذ عمليات إبادة جماعية على مستوى جماعي وكبير من خلال الإجراءات العنيفة التي تبنتها إسرائيل ضد المواطنين الفلسطينيين، ونعتقد أننا قدمنا عدد من البراهين الكافية الضرورية وفقا للشروط القانونية المطروحة أمام المحكمة. نعم. بالإضافة إلى ذلك سوف يتم تقديم المزيد من الأدلة خلال محضر المحكمة، وسوف تكون هناك كثير من الأدلة الجديدة. نعم، ولعلها تحدث فارق أيضا. دكتور زين، دكتور زين، تضامن مصر مع جنوب أفريقيا في هذه الدعوة كيف رأيتموه، وما هو الفارق الذي من الممكن أن يحدثه؟ لما لمصر من خصوصية ليس فقط جغرافيا أو تاريخيا أو سياسيا وما إلى ذلك، ولكن في هذه القضية، القضية الفلسطينية، وخاصة أن إسرائيل تحاول إقحام مصر كطرف في هذا الصراع. يعني كيف ترى هذا الدعم المصري؟ كانت خطوة في غاية الأهمية كما ذكرتم. إن مصر هي دولة جوار وبلد كبير في إفريقيا ولها عامل محوري في هذه الأزمة، ولكنها أيضا بلد كبير يتمتع بكثير من القدرات السياسية التي يمكن أن تساهم إيجابا في حل هذه النزاع، وكان لها كثير من المساهمات منذ بداية اندلاع هذه الأزمة. لقد دعمت قضيتنا أمام المحكمة العدل الدولية، وهي تعتبر هذا أمرا حاسما في هذه العملية برمتها، وسوف تكون رسالة وإشارة للجميع ولإسرائيل على وجه الخصوص أن هناك وحدة دولية من أجل تحقيق الهدف النهائي، وهو تحرير الأراضي الفلسطينية والحفاظ على حماية المواطنين الفلسطينيين ورفع الحصانة عن إسرائيل. فنحن نرحب بهذه الخطوة من الدولة المصرية. نعم، هذا فيما يتعلق بالخطوة التي قامت بها مصر. ماذا أيضا عن رد الفعل الإسرائيلي بالأمس؟ كيف رأيته حيال ما قدمه مندوب إسرائيل في مرافعته بالأمس؟ يعني كيف تقرأ الموقف الإسرائيلي بشكل عام؟ إسرائيل وجنوب أفريقيا كان لهم نفس الاقتراض ولهم نفس التمثيل أمام المحكمة منذ الأمس حتى اليوم فيما يتعلق بجلسات الاستماع. نعتقد أن القضية عاجلة بشكل كافي، وهناك الكثير من الأسس القانونية، وقد حضر كبار المستشارين القانونيين من كلا البلدين. وما حدث بالأمس، قمنا بتقديم الحقائق المؤكدة وقدمنا الحجج والأدلة والمرافعات المؤكدة بناء على كثير من الحقائق. كما ذكرنا، تم الإعداد الجيد لهذه الحقائق التي تثبت نية إسرائيل وإجراءات وتصرفات وأنشطة إسرائيل فيما يتصل بالإبادة الجماعية ومحاولاتهم في التفاعل في العمليات العسكرية بشكل متزايد، وأيضا الاتهامات الصادرة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي يمكن أن تدعم المحكمة في اتخاذ قراراتها. ولكن هناك بعض الأمور التي تتصل بحماس، حيث ادعت إسرائيل أن جنوب أفريقيا تحاول دعم إسرائيل، ولكن أيضا هذا أمر خاطئ. هناك الكثير من الأحكام والأعراف الموجودة في اتفاقية جنيف لمنع الإبادة الجماعية الواجب احترامها، فبالتالي لا بد من ضمان حماية المدنيين وضمان محاسبة ومعاقبة مجرمي الحرب. نعم. كما أننا نستمر في التعبير عن حاجتنا الماسة لإطلاق سراح الرهائن بدون شروط.
المحتجزين لدى فلسطين، وكذلك نطالب بنفس الشيء بشأن المسجونين والمحتجزين الفلسطينيين لدى إسرائيل. ونحن نقول أنه على كلا الجانبين لابد من منع استخدام الرهائن كأداة حرب، وما سمعناه اليوم أن هذه الصفقة وهذه الحق التي قدمت تعتبر هناك أيضا هجوم ضد الأمم المتحدة، وهناك كثير من المقترحات التي طرحت أمام المحكمة البعيدة تماما عن الحقائق كما طرحت إسرائيل. هناك الكثير من المعلومات والبيانات المؤكدة بشأن القتلى والجرحى من الأمم المتحدة ومن الصحفيين ومن المدنيين، وقد أنكرت هذا إسرائيل، ولكن هذه حقائق مؤكدة ولدينا كافة المستندات والوثائق، وهناك الكثير من البراهين التي تم تقديمها دلالة على هذه الحقائق. نحن نعتمد بشكل كبير على الوثائق والحقائق المؤكدة، وهذا ما ركزت عليه إسرائيل. لم يوجد أي جديد من إسرائيل، إسرائيل فقط قدمت مرافعات بشأن إدخال وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، ولكن هناك نزاعات بغض النظر عن الحقائق، وهناك استمرار لوضع العراقيل الكبيرة من جانب إسرائيل مع استمرار الهجمات التي تتيح الإبادة الجماعية في رفح. دكتور زين، العقل الجمعي للمجتمع الدولي الآن أصبح يساوي ما بين المعتدي وبين الضحية، يتعامل معهما كطرفي صراع متكافئين. أيضا نجد أنه يتعامل مع المحتل ومع صاحب الأرض على قدم المساواة، ومصداقية المجتمع الدولي حقيقة ومنظمات المجتمع الدولي أصبحت الآن على المحك، خاصة فيما يتعلق بالمواقف التي تتخذها المنظمات الأممية. هل تتوقع أن يكون هناك دعم دولي أكثر قوة في هذه المرة لقرار محكمة العدل الدولية، دعما سياسيا، ومن ثم هذا الدعم السياسي قد يؤهل القرارات لأن تكون موضع تنفيذ؟ كل القرارات الصادرة من العدل الدولية ملزمة في الأساس، ولكن إسرائيل اختارت ألا تزعن لها. ما نحتاجه هو من المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل ودعم هذه القرارات والوقوف في الصف الصحيح. ربما تكون هناك الكثير من الأمور التي يعتمد عليها من المجتمع الدولي، ولهذا نأمل أن المحكمة سوف تكون لديها قضية ليس لها أي لبس أو غموض، مما يتيح وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل أكبر إلى غزة. لابد من ضمان أن الدول الأطراف الخارجية ليس لديها التزامات، ولكن هناك إجراءات وأيضا براهين وحقائق مؤكدة قدمت إلى المحكمة، حيث أن إسرائيل لديها النية التامة في تنفيذ الإبادة الجماعية. فبالتالي نحاول جلب دعم المجتمع الدولي من أجل دعم قرارات ملزمة من جانب المحكمة العدل الدولية، وأن تذعن لها إسرائيل بالشكل الأمثل من أجل حماية الفلسطينيين. هذا هو التعريف البسيط للدعم المطلوب من المجتمع الدولي. أشكرك شكرا جزيلا، كنت معي من لاهاي الدكتور زين دانجو، ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والمتحدث أيضا رسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا.